التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، وتواصلنا يستمر في هذا الصباح يسير شوطنا الثاني عشر في تعداد أشواط صباحي هذا اليوم الخاص بالجعدان. انطلاقة سليمة وموفقة نتمناها لجميع المشاركين. نبدأ مباشرة بالصدارة وبالمركز الأول، وها هو اللي يتقدم شايم اللي شام منذ بداية الانطلاقة لعبد الله بن مطر بن شميل الاكتبي، بينما في المركز الثاني وفي المركز الثاني من الجانب الآخر الله نراقب هناك الحضور من الجانب الآخر، ياتينا شاهين مطر بن مهير بن محمد بن خميس بالصوب الاكتبي، بينما في المركز الثالث وفي المركز الثالث ها هو هيشان لراشد بن سالم بن خلفان بن راشد الكعبي، بينما في المركز الرابع وصل حرب وسلالة حرب قادمة مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظة مع ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي، بينما في المركز الخامس اللي واصلنا ها هو الخروف لفهد بن حمد بن راشد العويسي. هكذا هي النتيجة والنداء للخمسة المراكز الأولى. أوفينا لمسامعكم هذه الأسماء وهذه الشعارات، ولكن عودوا إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول والبداية، وهو هيشان اللي مسيطر على مقدمة الشوط، راشد بن سالم بن خلفان بن راشد الكعبي، بينما الخروف يأتي مع المركز الثاني لفهد بن حمد بن راشد العويسي، بينما بن فطيس يتقدم ليقدم جلمود محمد بن حمد بن فطيس المري الشاعر، يصل مشاهدين الأعزاء ليحتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع وصل مضبوط وواصل هنا ابو عمر يتقدم عبد الله بن مطر بن حاد الاكتبي اهالي هيلي، الله هو بن ميرين قادم بن ميرين مع مذخور سلطان بن علي بن ميرين الاكتبي يتقدم مشاهدين الاعزاء، والمنافسه الاخيره والخروف على الصداره، الخروف على المركز الاول فهد بن حمد بن راشد العويسي، بينما الاسم القادم من الزاويه اليمنى صعبه، هناك يتدخل بن ميرين مع مذخور سلطان بن علي بن ميرين الاكتبي، ما شاء الله، ذكر الله يا مشاهدين، ذكر الله يا متابعين، الله النقطة الخامسة مع بن ميرين مع ابو محمد، سلام يا ابو محمد، ولكن وصول من الزاوية اليمنى مروح جمعة بسالم بن عبد الله المهيري، ولكن للمرة الخامسة اللحظات الأخيرة، سلام يا ابو محمد، سلامي على هذا الفوز، سلطان بن علي بن ميرين الاكتبية ينتزع مشاهدين الأعزاء خمسة أشواط من أصل 20 شوطا. المركز الثاني من وصل فيه مشاهدين الأعزاء مروح لجمعة بسالم بن عبد الله المهيري، المركز الثالث نتابع مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام اللي هو أيضا الخروف لفهد بن حمد بن راشد العويسي هو اللي احتل المركز الثالث. هكذا هي نتيجتنا للثلاث المراكز الأولى. عودة إلى التوقيت الزمني وساعة وصوله مذخور إلى خط النهاية، ثلاث دقائق وثانية، تهانينا والناموس مذخور الذي خطف النقطة الخامسة لسلطان بن علي بسلطان بن ميرين الاكتبي، وسلام يا أهل الفوعة، شبعوا سلامات مع هذا الشعار في هذا اليوم، الدليل بالاهتمام الكبير أبو محمد داعم هذا الشعار بهذه النوعيات وهذه الأصايل بالمشترى والإنتاج، فهنيا لك يا أبو محمد على امتلاك هذه النوعيات، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.